إذن أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس نقلا عن شهود عيان بأن قوة مسلحة اقتحمت مقر المؤتمر الوطني العام وسيطرت على محيطه لمدة وجيزة قبل أن تنسحب من المكان. وأضاف الشهود أن القوة مكونة من سيارات تحمل شارات عسكرية ومضادات للطيران، ولم تعرف الجهة التي تتبع لها. وكان المؤتمر الوطني العام قد رفع جلسته صباح اليوم وأخلى مقره بعد وصول معلومات أمنية لأعضائه بقرب الهجوم. وأفادت وكالة رويترز بأن قوات تابعة لحفتر تبنت الهجوم على مقر المؤتمر الوطني. وقد نفى رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين في مقابلة خاصة مع الجزيرة في نشرة سابقة، نفى تعرضه للاختطاف مع مجموعة من أعضاء المؤتمر. ينضم إلي من العاصمة طرابلس رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين للتعليق على الأمن وسائل إعلام ليبية محلية عن اختطافه مع مجموعة من أعضاء المؤتمر. سيد بوسهمين، بطبيعة الحال ظهوركم معنا بالصوت ينفي خبر اختطافكم مع 7 من أعضاء المؤتمر، ولكن نريد أن نعرف ما الذي يحصل فعليا. في البداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أنا واكد دخل بعض المسلحين إلى المؤتمر الوطني وإلى مقر المؤتمر الوطني في الدهرية بوجه غير مشروع، وأنا على اتصال مباشر الآن بالسيد رئيس الوزراء وبالسيد المخابرات العامة وببعض السادة أعضاء المؤتمر. نحن بفضل الله تعالى من في مرحلة إعادة تأمين مقرات المؤتمر ونصبح لنا بإذن الله تعالى. طيب، أريد أن أستوضح أولا، أنت تنفي أي عملية أو محاولة لاختطافك سيد نوري؟ لا لم تحدث أي محاولة لاختطافي، بالعكس أنا غادرت بترتيب مع الرئاسي قبل دخول هؤلاء المسلحين إلى مقر المؤتمر في مكان على تواصل مستمر مع بعض أعضاء المؤتمر ومع السيد رئيس الوزراء مباشرة في هذا الموضوع. طيب، أسألك كيف ستواجهون قوات موالية لخليفة حفتر تبنت الهجوم على المؤتمر الوطني العام، وهناك قوات أخرى تحتشد في بنغازي، كيف ستواجهون هذه القضية؟ نحن نواجه من يدعي أنه لديه قوات وأنه بإرادة الشعب الذي جاء فينا لهذا المكان الذي اتخذنا فيه انتخاب. نحن نعرف إرادة ثوارنا وإرادة ضباطنا الشرفاء وجنودنا الكرام. كل من يحاول أن ينقلب على الشرعية سلاحنا الوحيد أولا ثقتنا بالله أولا وآخرا، ثم في عزيمة وإرادة ثوارنا وبإذن الله نحن موجودون على الأرض. نوري، هناك سؤال، لماذا تحول المؤتمر الوطني العام مكسر عصا يهدده من يريد ويقتحمه من يريد من الليبيين؟ أنا ربما أعبر بتعبير أكبر، أصبح هدفا لأنه هؤلاء لا يريدون وجها من وجوه الديمقراطية ولا يريدون وجها للشرعية السياسية. هم يدعون بأنهم قد يمثلون إرادة شعب شعبي، ونحن نعتبرهم أعداء للنظام السابق ويحاولون بمثل المحاولات أن يغرسوا مثل هذه النزعة الواهمة لديهم، ولكننا متأكدون بأن ثورة 17 فبراير ستنتصر وتستمر إلى بناء الدولة، وخاصة نحن في القدس إلى تسليم إلى مجلس النواب بإذن الله تعالى. نوري بوسهمين متحدثا إلى الزميل جلال شهدة في نشرة سابقة. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة في بنغازي بأن رئاسة أركان الجيش تستعد لعملية عسكرية واسعة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تستعد قوات حفتر لشن هجوم على بنغازي. جاء ذلك بينما يستمر وقف جميع الرحلات في مطار بنينة الدولي خوفا من حدوث اشتباكات في محيطه.
وننوه إلى الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة نقلا عن مراسل الجزيرة إلى اشتباكات بين مسلحين في بوسليم في طرابلس في ليبيا. من جانب آخر، في ليبيا أيضا نفى حفتر في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن يكون ما يحدث في بنغازي انقلابا أو سعيا إلى السلطة. قال حفتر إن طلائع الجيش اضطرت إلى خوض ما سماها معركة دفاع عن الوطن والشعب وأرواح جنود القوات المسلحة الذين يغتالون بالمئات. اليوم بدأت معركة الوطنية التي اضطرت طلائع أحرار الجيش الوطني الليبي إلى خوضها دفاعا عن الوطن والشعب وعن حياة وأرواح ضباطنا وجنود القوات المسلحة الذين تم ويتم اغتيالهم بالمئات، وليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة، وأكرر وليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة ولا تعطين للمسار الديمقراطي. وأضاف حفتر أن الدم الليبي مقدس، لكن الإرهاب وخدمه بحسب تعبيره أرادوها معركة. إن كل الدم الليبي مقدس، ولم نكن نريد أن يحتكم الليبيون إلى السلاح، لكن الإرهاب وخدم الإرهاب أرادوها معركة، فلتكن معركة وطنية شريفة. أما سليمان زوبي عضو اللجنة التشريعية والقانونية في المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي فقال إن اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر يطمع في السلطة، وأضاف أنه ليس هناك أي نوع من الإرهاب في بنغازي. هذا الرجل مع احترامي وتقديري شخصه، إلا أنه هو يبحث عن السلطة وعن انقلاب منذ مدة. إذا كان يبحث عن الناس اللي هم متهمين بالقتل، لماذا لم يذهب إلى درنة؟ أليس في العالم كله يشهد على أن في هناك ناس في درنة ممكن قد يكونوا ينتموا إلى الجماعات التكفيرية أو جماعات القاعدة أو غيرهم؟ ليش ما يمشيش لدرنة؟ جاي البنغازي شبي فيها. وبعدين اللي سقطوا أمس سقطوا ناس مغرر بهم كلهم، شباب مغرر بهم، ويعني ونحن تأثرنا جدا جدا لسقوط هؤلاء الشباب، سواء اللي كانوا في طرف هو ولا في طرف الثوار بتاع بنغازي. الحقيقة هذا الأمر عبارة عن 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 شماعة، هذه شماعة جميع رؤساء العالم وجميع قيادات العالم بما فيها أمريكا وغيرها من دول كلها تعتمد على هذه الشماعة. قضت محكمة جنايات كفر الشيخ في مصر بالسجن المشدد بعشر سنوات على 126 من رافضي الانقلاب في قضية أحداث عنف أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقضت المحكمة بتغريم كل منهم